دعا المشاركون في الندوة التي نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية حول تنمية الأسرة المصرية إلى حشد الطاقات وإشراك كافة فئات المجتمع في حوار مجتمعي حول تلك القضية المهمة. وشدد المشاركون بالندوة على أهمية الوعي الديني والإعلامي لتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يعد أحد أهم المشروعات التي تأتي في إطار بناء الإنسان. أحد موارد فساد التنمية في المجتمع، أنا شايف إن إحنا لازم نعمل إيه؟ لازم كل الجهود تنصب على قضية التنمية عشان نقدر نتعامل ده، وأظن إن هذا كان مراد فخامة الرئيس، إن إحنا نروح لشيء مش بس مدخل جديد، لكن نروح نجتمع على شيء يجب أن نجتمع عليه، وهو قضية التنمية، فيحصل تحالف وتكتل على القضية. فأنا متصور إن أبعاد والمداخل المتعددة شيء مهم جدا جدا جدا. أنا كمان عايز أقول حاجة مهمة جدا في مسألة تم هناك مفاهيم تم احتلالها، اللي هو مفهوم ايه؟ مفهوم ان هذا هو من التدين، وهذا من القدر، وهذا من كل المفاهيم دي لازم مفاهيم مفهوم عشان يحتل بيتم فيه ثلاث مراحل، يحصل فيه اختلال المفهوم، او يحصل اختلال في المفهوم يتكلموا ومين قال كده، فيحصل اختلال في المفهوم، بعدين يحصل ايه؟ اختزال المفهوم، ده هو كده بس. فبعد اختزال المفهوم يعمل ايه؟ يروح محتل المفهوم بمفهوم جديد خالص. فعملية دي احنا بنشتغل عليها بشكل واضح جدا جدا في هذا في هذا السياق. احنا بنتكلم في المشروع ده على خمس ابعاد، في تمكين اقتصادي وتدخل خدمي، وفي منظومة الكترونية، وفي تدخل تشريعي. دول يمكن ما يبقاش لنا فيهم قوي، انما احنا داخلين من المحور بتاع المحور الاساسي او البعد الاساسي في الموضوع بتاع رفع الوعي. انه تاني بقول انه كل المؤسسات مدعوه للمشاركه في هذا الموضوع، ربما يكون المجال اللي ممكن نعمل فيه اضافه اكتر احنا يعني كمؤسسه اكاديميه، كاعلام، كمؤسسه دينيه، هو رفع الوعي، تمكين الاقتصادي لناس شغالين فيه، ومطروح افكار كتير في فرص العمل والتمكين الاقتصادي للمراه والمشروعات متناهيه الصغر، وفي التدخل الخدمي ايضا عند السكان واتاحه كل وسائل تنظيم الاسره اللي كنا بنتكلم عليها يمكن في مشروع سابق قبل كده، دعم القيم الايجابيه في التشغيل والعمل اليدوي والفني. بيتهيألي البديل لعدم قدره اسره على التعليم العالي، اللي مش مفروض كلنا نتعلم تعليم عالي، بيتهيألي كده محتاج يبقى فيه ايه؟ ها؟ صنع. لو انا جيت قلت للاب يا اخي اللي في ايده مهنه عمره ما يعيش في مهنه، عملنا ده؟ هل اتكلمنا في ده يا فندم؟ ما اتكلمناش فيه. هل يا ترى، هنا بقى بوجه كلامي لدار الافتاء، التاكيد على ان اتباع الزواج في السن الشرعي مش قصه دين، ده لصالح الفتاة قبل أي شيء آخر، لأنه الزواج المبكر أعتقد له بلاوي. إطفاء الطابع الإيجابي، أنا من المؤمنين بالمدرسة الإيجابية، أنا مؤمن بهذا، خليني أشوف نفسي بشكل إيجابي.